بدري يا هانم. تينا انت جيتي من السفر امتى؟ يلا بقى ابلعي ريقك ودوريها كده في دماغك لحد ما تلاقي كدبه زي كل مره. انت ايه اللي بتقوليه ده يا تينا؟ في ايه؟ كنت فين يا بت لحد دلوقتي؟ ها؟ كنت سهرانه في عيد ميلاد واحده صاحبتي. واحده صاحبتك؟ وريني الشنطه دي. ها؟ ها ايه؟ ترشيتي؟ بقول لك وريني الشنطه دي. انت هتفتشيني يا تينا ولا ايه؟ اه اعتبر نفسك في لجنه يا روحتينا. هاتي يا بت هاتي. ما انا قلت لك يعني انا كنت سهرانه في عيد ميلاد واحده صاحبتي، ايه لازمته بقى اللي انت تعمليه ده؟ يمكن الاقي تورتايه ولا حته جاتوه، اصل نفسي اتهفت. ايه ده؟ ايه الفلوس دي؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ انطقي يا بت، انطقي. جايبه الفلوس دي منين؟ انطقي. صباح، انا متضايق. معلش يا قبطان. ومحتاجك. اه انا اخوك. طب بص يا صلاح، انت اخويا. اه طبعا يا قبطان. لو سالتك في اي حاجه هتقول الصراحه؟ طبعا، على رقبتي كاخويا. الصراحه؟ طبعا. وانا عملت مصايب كتير قوي كده. اكيد طبعا. اكيد هتقول لي الصراحه ولا اكيد ايه؟ مش لا اكيد بصراحه عملت مصايب. انا عملت مصايب؟ اه جاتك البلد. طب جاملني يعني، قول لي جاملني. اغشك اغشك يا قبطان. ما تغشنيش يا اخي، خلاص هتعمل لي فيها الطهره. ما مش شاريه الاصل برضه. بس انا خلاص بقيت يمين وماشي يمين. ما يمكن معاليك اشول وانت مش واخد بالك. ده ايه السكر اللي على الميسه ده؟ لا يعني ليه السكر اشول؟ طب خلاص بص، يعني بتحدف شمال غصب عنك، يعني غصب عنك. ده حتى الشمال اسرع وافضل. اسرع اسرع. بص بصراحه بصراحه، اديك بتجيلي وبتاخدني من العياده كل يوم. هل بامانه وبصراحه في مره من المرات من ساعه ما تبنى الى الله من ساعة ما تبنى إلى الله فاكرها؟ في مرة قلت لك يا صلاح خدني كده ولا كده؟ بصراحة لا. أغشك؟ ما حصلش بصراحة. لا الحمد لله. اه طبعا. طيب من يوم ما تبنى إلى الله هل في مرة من المرات شفتني بكلم واحدة من بتوع زمان مثلا؟ أنت بتفتكر يا ابني ولا لا؟ الشهادة لله بتوع زمان هم اللي بيجوا لغاية عندك. بلاوي يا صلاح، بتتحدف عليا. بلاوي واختبارات كلها من عند الله. بص يا قبطان، انا هقول لك المفيد. قول لي يا صلاح. من اعمالكم سلط عليكم. تويا لو شايم هنا هلا. مش هنا. من هنا فين؟ من هنا من هنا. ماشي ماشي يا قبطان. فعلا من اعمالكم سلط عليكم. سوري يا سامة، بس اللي بتقوليه ده ما يدخلش دماغ عيل صغير. من فضلك دي حاجة بيني وبين أختي، ما تتدخلش أنت فيها خالص، مالكش فيه. بت احترمي نفسك وكلمي بأدب. أنا ما غلطتيش يا تينا، ده حقي. لا غلطتي ولازم تعتذري. نعم أعتذر؟ أنا ما عملتش حاجة غلط أصلا عشان أعتذر. أنت لسه بتأوحي. تعالي هنا، انزلي انزلي قدامي اعتذري حالا لغازي. يلا خلاص يا تينا، سامة برضو أختي الصغيرة وأنا مش زعلان منها، وبعدين هي دلوقتي في موقف صعب وبتلطش. سامع بيقول ايه؟ يقول اللي عايز يقوله. انت فعلا اخته الصغيره وهو زي اخوك الكبير، ومن حقه ان يربيكي برضه. بس اخوها لسه على وش الدنيا يا تينا. تعالى يا عمر شوف اختك عملت فينا ايه. انا ما عملتش حاجه غلط، وبعدين يعني مش من حق اي حد غريب انه يتدخل في خصوصياتي. خصوصيات ايه؟ خصوصيات انت يا بنت. ها من امتى صوتك بيعلى في البيت كده يا تينا؟ اسال هانم اختك. وهو كان حصل ايه لكل ده؟ مفيش حاجه يا عمر. كل الحكايه ان سامة رجعت متاخر قوي، ودي مش اول مره. بعدين تينا لقت في شنطتها فلوس، بتسالها جايبها منين؟ بتقول محوشاها. لتاني مره بقول لك مالكش فيه وما تتدخلش ما بيننا. لا بقى ده انت نازل. تينا ما انت شايف يعني ده دمها؟ هي ما قالتش حاجه غلط. اي حاجه تخص سما تخصنا لو انتي وبس. غازي ملوش دعوه. انت بتقول ايه يا عمر؟ بقول اللي انت سمعتيه. اظن كلامي واضح. اوكي يا جماعه، انا اسف جدا ان انا اتدخلت بينكم. عن اذنكم. استنى يا غازي، انا جايه معاك. وانت اقعد مع اختك وشوف عملت ايه يا دكتور. ومن هنا ورايح ان جوزي ماليش دعوه بيه، انا كمان ماليش دعوه بيه.